مصبات قانونية مراقبة الناس اللي عندها فواضل بناء مثلا، خاطر هذه بالأساس فواضل بناء على الأقل الظاهر منها مراقبة. عناش مصبات مراقبة هو اللي عندنا حمزة يتسمى ما عندناش، معناها اللي عندنا تقريبا زوز مصبات مراقبة تابعين الدولة. مصب في بور شاكير تقريبا جزء صغير من بور شاكير غاديكا تنجم تصب فواضل البناء وردم غاديكا، وفما في قمرت في المرسى فما مصب المرسى. احنا مشينا المصب هذا وحبينا نشوفه، لكن بصراحة تفاجئنا بثلاث حاجات. شوفوا معنا المصب حمزة، الكمية تاع الكمين اللي تصب غاديكا ما تجيش يعني الربع نتاع الكمين اللي قاعدين يصبوا في مصب السجومي اللي هو غير قانوني. يعني على طول الساعة اللي قعدناها دخلوا تقريبا يمكن 7 وإلا 8 كمين، في حين أنه في السجومي نحكيه على 20 كميون في نصف ساعة، يعني تقريبا الربع. الحاجة الثانية اللي بهتتنا واللي تفاجئنا بها أنه المصب هذاك اللي قاعدين نشوفوا فيه إبلاش، يعني مجاني، يعني تصبوا ما تدفع حتى مليم، رغم أنه في السابق كان بمعلوم رمزي تقريبا بين 2000 و3000 مليم، وحتى كيف ولا بلاش ماريناش إقبال كبير عليه. عم فتحي واحد من الخدامة في المصب هذا أكد لنا أنه العملية تتم بلاش. نشوفوا التصريح. طب قانون يا ذي حكومي تاع بلدية المرسى، عملت بلدية المرسى نصبوا الحصائل بلاش هنا نحن، فهمتني؟ أي كمين حصالة يجي يصب بلاش يصب راهو، إلا السميات جي سمية ولا اثنين زاد يصب بلاش يمشي على روحه، ما ولا كي تبدا حملة سميات. عندنا حملة سميات كبيرة متاع شوانة كبار ولا كاسة قانون، شفت بالك وسي خالد بكوش يبعثهم لي أنا هنا نعطيهم بقعة تراس ويحضر تراك، يجيبوا تراكس نتاعهم سرجاز زاد كبيرة مش صغيرة، يحضر بلاصة ويشوفوا سميات على روحهم من غير فلوس، زاد يحضروا بلاصة لهم هما بركة. بالنسبة للكمينات الصغار يشيو 1000 كميون يصب حتى بلاش، من الكمينات الصغار كل تدخل تشوفها من نظرة عينيك قاعدين يدخلوا يصبوا يصبوا بلاش. الحاجة الثالثة اللي صدمتنا حمزة انه احنا في المصب هذاك القانوني حل بحذاه مصب عشوائي كالعادة، حط فيه سيد غاديكا يخلص على العباد. الكمين اللي قاعدين نشوفوا فيها متابعناهم حتى بالكاميرا حمزة، شوف الكاميرا اللي موجودة متاعنا، احنا موجودة في المصب القانوني قاعدة تصور في كميون في مصب غير قانوني، يعني كمية الكمين اللي قاعدة تمشي غاديكا أكثر من أنها تدخل المصب القانوني، وغاديكا يدفعوا فلوس وهذا كبلاش. برشا كمين قاعدة تمشي له يدفعوا في فلوس ويصبوا في مصب عشوائي وبحذا مصب قانوني، ما فهمنا إيش الحكاية. انتبعوا الكميون هذا حمزة، الكميون الأحمر هذا ما دخلش للمصب القانوني اللي هو بلاش، أما دخل لمصب عشوائي، ادفع على السيد اللي موجود غادي، صب على روحه وخرج. النتيجة شوف حمزة، والسخ في كل بلاصة، فضلات التهمت هي زاد بحيرة قمرت، علاش الناس هذه تسيب انها تصب في مصب قانوني وتمشي لمصب عند ناس مستحوذين عليه وتطلب من عندهم فلوس. هذه خلينا نتسائلوا بخصوص المواد اللي قاعدة تتصب غاديك، هل هي بالحق فضلات مواد بناء وإلا مخلطة بحاجات أخرى؟ فعلا وهو كذلك.